السلام عليكم اخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والسلامه. كيف ما ديما اليوم كما كتشوفوا عجينه سهله ديال البان كومبلي ديال بطبوط بالدقيق الكامل. كما كتشوفوا عندي هنايا، عندي كما قلت لكم الدقيق الكامل مع دقيق الفورص، وعندي معلقه ديال الخميره الفوريه اللي فعلتها مع شويه ديال السكر وشويه ديال المدافي. غنضيف جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون او الزيت البلديه، غنضيف قليل من الملح، غادي نديرو في بلاصه الخميره في بلاصه والملح في بلاصه، صافي. وكنخلط هادشي بالماء دافئ على حسب القياس ديالكم، دونك العجينه كلشي كيعرف يديرها، ما كتحتاجش بزاف ديال الدلك، حدي كنجمعها كنجمعها كن جوج دلكات صافي، وكنحطها كترتاح. بالنسبه للدقيق ديال الدقيق الكومبلي راه ما كيحتاجش بزاف ديال الدليك، اون فوا كيرتاح راه كيعطي الطوع وكيولي مزيان. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما جمعتها دلكتها دلكه خفيفه، فوالا لا تيكستور ديالها، غادي نحطها ترتاح وغادي نبدا ترتاح ماشي بزاف، دونك غنخليوها لو طون لي نغسلو قصريه ونعاودو نرجعو. غادي نبدا نهز كويرات، نقطع كويرات وندوزهم شويه في الدقيق كومبلي، ندورهم ونخليهم يرتاحوا شويه، من بعد غادي نبدا فيهم في التكراس. هاد العجينه بالنسبه ليها راه سهله، كيتفيقي ديريها ما كاين حتى مشكل، دغيا كطيبوا لك الخبيزه ديالك. كنحطوهم فوق بلاطو ولا فوق طاوة بزويف، من بعد كنبداو نقرصوهم، غادي نقرصوهم شويه رقاق باش ما يكونوش غلاط بزاف فيهم البابا. هذا العجينه لو بوت ماشي باش نوريكم كيفاش تعجنوا، مي لو بوت نوريكم كيفاش البطبوط يصدق منفوخ، طريقه باش يصدق لك البطبوط منفوخ 100%، ما يبقاش مدقس ولاصق. فوالا، دونك من بعد ما قرصنا العجينه غادي نخليها ترتاح شي شويش. فوالا خلينا ترتاح، ودابا من بعد ما ارتاحت ما تخلوهاش البنات تخمر بزاف، راه دقيق تاع الخلاط غيا كيطلع فيه الخميره، ولا هبطات صافي ما بقاش غيتنفخ لكم البطوط. فوالا كنسخن هنا جوج مقالي، هذيك ثقيله وهذيك نورمال، سخنتهم مزيان، عاد غادي نهز الخبز وغادي نحطها فيها بشويه باش ما تهبطش فيها الخميره. فوالا كي شفتوا كنحطها بشويه، ما تخافوش البنات من السخونيه، ما تقيسوش لي بور ديال المقله. فوالا غادي نحطهم كما كتشوفوا، غادي نخليهم لاستوس سكو كتحطيها، راه في الاول غنخلي لكم لا فيديو من بعد غادي نزربها، غادي تحطيها غتسني واحد شويه الجهد اللي تجمع غادي تعاودي تقلبيها، عاوتاني الجهد اللي تجمع غادي تعاودي تقلبيها، اي سي سا لاستوس. من بعد كتبدا تنفخ وانتم غادي تشوفوا على عينيكم شحال خدات ليا الوقت باش تنفخ. والعجينه كلها جي في اكسبري باش نخلي الخبزات كلهم تطيبتهم وتشوفهم كلهم تنفخوا. كاينه واحد لاستوس الى تنفخ واحد الجهه واحد الجهه، لا دابا نوريها لك فاش قربت لي لا فيديو باش تنفخ كلها، وبهذاك البخاره البنات كطيب هذيك البابه مزيان ما كتجيش مدقسه. فوالا كي شفتوا الويتان قلبتها النوبه الاولى جمعات راسها، عاود قلبتها النوبه الثانيه، وباقي غنقلبها النوبه الثالثه صافي ونخليها النوبه الثالثه صافي كتولي تنفخ لكم. انا نعاود نقلبها، هاني عاودت قلبتها، ها هي بس بدات تنفخ. نتوما شوف الكاميرا ما كتبينش مزيان ولكن غتبان لكم تنفخات، راه يلا البدايه. فوالا دابا غتبان لكم ها هي، ها هي البنات كما كتشوفوها راه بدات كتنفخ كلها. فوالا غندورها، ها هي تشوفوا راه تنفخات، دونك سي سا لاستوس. ما تزدبو راسكم حتى حاجه، كترميو البطبوطه كلكو سكوند اي تجمع راسها، كتعاودو تقلبوها عاوتاني كتعاودو تقلبوها صافي، حتى كتبدا طيبو داكشي. ملي كتقلبو النوبه الثانيه كتنفخ، وبهاديك لافابور انا مكنطفيش فيها هذيك النفخه، ديك لافابور هي اللي كطيب البابا الدخلانيه صافي. وانتم كتشوفوا قداش تنفخات تبارك الله،
و حتى هذيك الاخرى غادي تنفخ ليا. دونك غادي نبشر ان شاء الله الطياب، غادي نكمل هذه من بعد غادي نزرب لا فيديو باش ما تملوش، وميم طون غادي تشوفوا الى تنفخات لكم من جهه وجهه لا كيفاش ممكن تسوركوا عليها بواحد الدخشون، توركوا على الجنب اللي تحل، حيت دي فوا ملي كتنفخ كتحل ما كتبقاش تنفخ كلها، كنورك على داك الجهه اللي فيها اللي تفتحات فيها وكتنفخ كلها، يعني راه يا با مويا باش ما يتنفخش لكم البودور ويجي زوين ويجي خفيف. دونك فوالا تبعوا الفيديو حتى الاخر. هانتوما كتشوفوا في المقله الثانيه حتى هي بدات كتنفخ بطبوطه، هذيك سا بري بلوس دو طون باسكو رقيقه مقليه، باش ما كانت ثقيله البنات سي ميو اونكور. صافي غادي تنفخ، غادي نبشر بالطياب ديال هاد البوط حتى الاخر، و فوالا غادي نوريكم لا بريزونطاسيون. غادي تشوفوا ديك البطبوطه اللي مبغاش تنفخ ليها كلها كيفاش درت ليها، هادي راه تحلات راه حرقتني في يديا، ردوا البال البنات راه دي فوا كتحل كتحل لكم في البلاصه اللي بغيت تقلبوا منها، دونك بلاصتي انا اللي كندير بيديا ديروا شي حاجه باش تقدروا تقلبوا. ايوا من بعد ما طابت الخبيزه ديالي والاخرى حتى هي راه غتكمل الطياب، صافي وغنباشر بحال هكا تنكمل لا فيديو. دابا راه زربتها باش ما تملوش، جو في اكسبري باش نخليها ديك ثقيله باش تشوفوا كيفاش تنفخات البطبوطه، يعني ما سرعت ما قطعت ما حتى حاجه. فوالا دونك دابا غنكمل الطياب ديالها، غادي ندير الماء يطيب، غنحيد ديك المقله المقراج مباش تحت ليا، غندير تمايا الماء يطيب ونكمل الطياب ديال البطيبيطات صافي، وشوفوا معنا الفيديو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا ويشوفوا لا فيديو، نتمنى ان شاء الله ما تخرجوش حتى تابوناو. ها نتوما لا سوس اللي قلت لكم ديال الزيف كتوركوا على لا بارتي اللي تحلات صافي وكتنفخ كلها، هذه هي لا سوس. ها البطبوطه الاخرى هي كتنفخ وكلشي على عينيكم. فوالا دونك اللي اول مره كيدخل كما قلت لكم يتابونا وبارطاجي ولايكي، الناس اللي كاينين ديجا ميرسي بوكو لهلا يخطيكم، شكرا لدعمكم بزاف لهلا يخطيكم عليا. فوالا دونك نكملوا، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا لا بريزونطاسيون كي جاني البطبوط. وها البطبوط ديالي موجود ديال الدقيق القمح الكامل، فوالا دونك حطيتو مع شويه زيت ارغان شويه املو دلو شويه ديال زيت العود شويه الفرماج وشويه الزيتون كحل هذاك بلدي ديال الدار. فوالا نتوما كتشوفوا البطبوطه كي خاويه من الوسط خفيفه، اي فوالا الفيديو ديالي وصلت النهايه ديالها. نتمنى ان شاء الله الا عجبتكم لا فيديو ولا عجبكم الطريقه ديال البطبوط من فوق، ما تبخلوش عنا باللايك وبالبارطاج، ما تبخلوش عنا بالاشتراك، تابوناو باش تكبر العائله. شكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم لهلا يخطيكم، الناس اللي ديجا كيدعموني شكرا لهلا يخطيكم حتى نتوما. نتسناكم ان شاء الله في فيديو قادمه مع خليك في دارك.